قال اللي على الأقل 20 شخص منكم سألني من سنابات الصباح إنه عبد الرحمن طب كيف أبدأ؟ إيش اللي أسويه؟ يعني أنا صفر، كيف أبدأ؟ إيش كيف أذاكر؟ ثلاثة أشياء نبغى نركز عليهم، قلتها أمس لكن اليوم أبغى أفصل عنها أكثر، اللي هي تطوير اللغة وتكنيكات الممارسة، كيف تسويهم؟ تابع معي. تابع عليها في تطوير اللغة، طبعاً الموضوع تطوير اللغة عالم لوحده، يعني موسوعة كبيرة جداً. حأعطي لكم الخلاصة بدون قصة حياتي، لأنه في يوم حتكلم فيه جد عن تجربتي ومعاناتي وإيش اللي صار. لكن الخلاصة، ركز على الاستماع والقراءة اللي هي المدخلات، وتدرب على الكتابة والمحادثة مع نفسك بدون معهد بدون تطبيقات، ما يحتاج ولا شيء. كل اللي تحتاجه تروح على موقع اللي حشارككم هو تسمع فيه برامج. هذه البرامج الصوتية هذه باخذ كذا زي فاصل وأعطيكم، يعني إحنا قبل 30 سنة تمام كنا نقول انه لازم تسافر برا عشان تتعلم اللغه، لازم تروح معاهد فيها ناس نيتيفز عشان تسمع اللغه من الاصل، من اللهجه الاصيله نفسها عشان تتعلمها صح. هذه قبل 10 20 30 سنه. قبل 10 سنوات جاء الجوال هذا واللابتوب وهذه التقنيه، وغير 80% من المحتوى الموجود على النت مجانا، وكل المصادر، أقوى المصادر، مصادر خاصة بتطوير اللغة موجودة عندنا. فليش إحنا في نفس الاعتقاد أو نفس التفكير اللي كنا فيه قبل 50 سنة؟ ليش؟ يعني النت موجود، كل المصادر موجودة، كل حاجة موجودة، ليش إحنا لسه نعقد مخنا ونحدده بأفكار يعني تخلينا ما نتعلم؟ ليش؟ هو في النهاية ما راح تفرق. اللي هتسمعه في المعهد نفس اللهجة، وممكن في النت هتسمع ناس أفضل. فهذه أول حاجة بوضحها. صح إنه في فوائد، صح إنك لما تحيط نفسك، ما تفهم الموضوع غلط، أنا ما بقول إنه لما تسافر برا ما راح تتعلم، لا أقول حتتعلم نفس الفكرة، لكن ليش لا من دحين؟ ليش تبغى تنتظر 3 سنوات؟ ليش ما إحنا نكون مبادرين إنه أنا اليوم أقدر أعطي ساعة واحدة يوميا، وخلال شهرين أجيب الآيلتس، وافتك من الآيلتس أجيب 6.5، أخذ وظيفة، أدخل في المعهد اللي أبغاه، في الابتعاث اللي أبغاه، في الجامعة اللي أبغاها، أختصر نفسي سنة كاملة من اللغة وهرجة اللغة والتوتر اللي يجيبه، صح ولا لا؟ فهذه نقطة. فيعني ما بقول المعهد ما حيفيدك، لا بالعكس حتستفيد، حتغصب نفسك لما تكون برا، فكده أنت مجبور على إنك مجبر على إنك تسمع وتتعامل مع ناس بالإنجليزي وتسمعهم، لكن أنت لما يمديك تسويه هنا وأنت طالع لمشوار. الحين حنيجي للتفاصيل أكثر، كيف تقدر تستغل وقتك اليوم يعني كيف تبدأ. حاجة بركز عليها هي الاستماع والقراءة في تطوير اللغة، لأنه الآيلتس ما يبغى حفظ كلمات، ما حفظ الكلمات حطها على جنب بليز، إذا تبغى تطور لغتك وأنت بتجيب درجة قوية في الآيلتس حفظ الكلمات من جد حطها في جنب تمام، والجرامر أتركها. ركز على الاستماع والقراءة عن تجربة. طب إيش تسمع؟ أنت لسه لغتك مبتدئة، كيف تسمع وأنت ما أنت فاهم حاجة؟ الخبر الحلو إنه في برامج صوتية خاصة لتعلم اللغة الإنجليزية للناس اللي مستواهم أقل من المتوسط زي أنا أو زي ما أنا بديت، فأنصحكم بيها بشكل جدا رهيب. الشاشة الجاية فيها البرامج الصوتي، سوي كابشر ويمكن تدخل في يوت. من هذا البرامج الصوتية تدخل على الموقع تحمل اللي عندهم عدة مصادر صوتية فقط الاستماع، حملها وانت رايح للسيارة في المشوارك، عندك مشوار، عندك شغلة، وانت قاعد تشتغل يعني شغل البرنامج الصوتي واسمعه. هذا الكل عليك تسويه كل يوم ساعة واحدة، وراح تأثر في مستواك بشكل ملحوظ خلال اسبوع واحد بس. مرة تانية، اسمع ساعة واحدة مو لازم بتركيز، حتى لو انت بتشتغل او في سيارة او بتنتظر whatever، ركز عليها ساعة واحدة يوميا وامشي عليها، راح تلاحظ بتغير ملحوظ، واستمر عليها شهر شهرين ومستواك من مستوى اقل من المتوسط ان شاء الله راح يكون فوق المتوسط، وبوعدكم بهذا الكلام. اذا ساعة واحدة يوميا مستمر عليها في شهرين، مستواك تماما راح يتغير فقط بالاستماع، بدون حفظ جرامر، بدون مدري ايش، بدون معهد، بدون كتب. الثاني اللي انصحكم به وهذا افضله، اول حاجة الاساس هو الاستماع. اذا انت بتسمع ممتاز، اذا ما بتسمع لازم قبل ما تسوي اي حاجة تسمع كل يوم برامج صوتية اللي اعطيت لكم اياها في الرابط تحت. النقطة الثانية هي انك تقرا كل يوم روايات، قصص وروايات. الفكرة في القصص والروايات انها تنمي الخيال وتستخدم الخيال، ولما الخيال تستخدمه في اي حاجة ما راح تنساه تمام. ولما حتقرا اكثر الجرامر عندك راح يتطور، راح تتعلم كلمات جديدة فقط من خلال القراءة، من خلال تخمينك للكلمات راح تتعلم كلمات اكثر، او يبدا مخك يفكر بالانجلش مع الوقت. انا بالنسبة لي هذه افضل حاجتين،
مو عن تجربتي، عن تجربة الحمد لله مئات الناس اللي جربوا هذا الكلام. وأنا حاعطيكم تفاصيل إن شاء الله في يوم من الأيام، لكن اليوم بعطيكم خلاصة. روح لمكتب جرير، اختر لك قصص روايات بحيث أنها تناسب مستواك، يعني اقرأ صفحة صفحتين من الكتاب حاسس أنه كلام مفهوم بنسبة 50%، وهذا مناسب. إذا أنت فاهم بس 10% لا ما هو مناسب، روح لأشياء أبسط، لقصص أبسط أو قصص صغيرة أكثر، ويعني حاجة تكون فيها تحدي لكن تكون فاهم 50% من الكلام. واختار هذه القصة وابدأ اقراها كل يوم ساعة واحدة يوميا، مستواك راح يتحسن بشكل رهيب. حاجتين قلنا، الاستماع والقراءة، مستواك في اللغة كليا راح يتغير، محادثتك راح تتحسن، حتكتب يعني أول نقطة اللي هي تطوير اللغة من خلال الاستماع والقراءة، مهاراتك راح تتطور بشكل رهيب وحتفيدك في اختبار آيلتس بشكل جدا جدا ملحوظ. النقطة الثانية، اللي حتكلم عليها اللي هي تكنيكات. طب إيش هي تكنيكات؟ إيش فكرتها؟ هي باختصار عبارة عن طرق غير طبيعية لحل اختبار الآيلتس فقط، زي تكنيكات كده. هدفها إنها بدل ما تجيب 5 من 9 في الآيلتس يمديك تجيب 6 من 9. أعطيكم مثال سريع. قسم القراءة، احنا كيف نقرأ؟ احنا اذا عندنا زي قطعة وعندنا اسئلة ايش حنسوي؟ فاذا عندنا قطعة حنقرأ القطعة، حنفهمها، حنروح للاسئلة، حنجاوب على الاسئلة، صح ولا لا؟ لكن اختبار الايلتس يا حبيبي الموضوع مرة مرة مختلف. عندك الوقت مرة قصير، القطع طويلة، الكلمات صعبة، فانك تقرأ وتفهم كل حاجة وجاوب عليها يعني حتنخسف في درجات، حتلاحظ انه اختبار مرة صعب ودرجة تكون شوي نازلة. عندنا تكنيكة مثلا اسمها تكنيكة حاد، اللي هي انك بدل ما تقرا القطع في البدايه تقرا الاسئله وتقرا القطع بشكل سريع، بعدين ترجع تدور على الاجابه ويعني ما اقدر اشرح لكم هي في سنوات بسيطه، لكن حتساعد يعني الناس اللي كانوا يجيبوا 5 من 9 في الايلتس في القراءه صاروا يجيبوا 6 و6 وفوق بهذا التكنيكه، بس بهذا التكنيكه. فتكنيكات راح تساعدك، لكن زي ما قلت لك هذه ما هي كل حاجه. اذا تعلمت تكنيكات ما راح تبدع وتجيب 7 اذا مستواك مبتدئ، لازم تطور لغتك، لازم تكنيكات، ولازم الشيء الثالث اللي هو التدرب. التدرب عبارة عن اختبارات تجريبية، انك تحط نفسك في موقف الاختبار في بيتك، مو اختبار تجريبي يعني تروح، لا، وانت في بيتك تاخذ زي كانك في اختبار حقيقي وتمثل زي كانك في الاختبار وتطبق التكنيكات وتحاول افضل ما عندك وتشوف كم جبت وتعيد هذا البروسيس مرة ومرة ومرة. في مصادر مرة كثيرة للاختبارات التجريبية حاعطيكم، هي هذا الموقع الافضل، سوي كابشر وخلاص فك نفسك، يعني افضل موقع، او يمديك تروح تشتري كتب كامبريدج وتستخدم فيها الاختبارات التجريبيه. وهذه الخلاصه، نركز على هذه 3 نقاط وحتبدع في اختبار الايلتس. اذا انت حاسس ان مستواك جدا مبتدئ ولسه ما انت جاهز وعندك 3-4 اشهر، ابدا بتطوير اللغه، التكنيكات وتدرب خذهم في اخر 2 شهر. فهمت الكلام؟ اذا باقي على اختبارك اكثر من 2 شهر ركز على تطوير اللغة، وآخر 2 شهر ركز على تكنيكات وتدرب. لكن إذا عندك خلال 2 شهر لازم تختبر الآيلتس ركز على 3 معكم توفيق. أنا كل قاعد أحاول أسويه هذا الأيام إنه أعطي لكم الخلاصة هذه كلها عن اختبار الآيلتس، عن كيف تذاكر. الأيام الجاية ترى حجي على كل قسم وتكلم عن تطوير اللغة فيه بشكل شوي تفصيل أكثر، أتكلم عن تكنيكات كل قسم بتفاصيله وكيف يكون القسم، كيف تحل فيه وكيف تتدرب فيه في كل قسم استماع، بعدها هنيجي القراءة، بعدها هنيجي الكتابة، بعدين محاثة. فبستمر إن شاء الله كل يوم على زي هذه السنابات، وأتمنى لكم توفيق، أتمنى الموضوع يبدأ يوضح لكم، وفي النهاية أتمنى أنه تبدأوا فعليا في هذا الموضوع. فلا تأجل الموضوع، لا تقول خلاص هشوف بعدين، اليوم خلاص جاك الخبر وجاك العلم دحين، فابدأ طور لغتك. اسمع اليوم أبغاك بس تبدأ تسمع برامج صوتية إذا ما بديت، وإذا بديت أبغاك تقول لي كيف التجربة.